وللمزيد حول تفشي فيروس كورونا في العراق معنا من بغداد الدكتور إبراهيم سليمان. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء الخيرات دكتور. الحكومة تراجعت عن نيتها فرض حالة الطوارئ، لماذا باعتقادكم؟ حالة الطوارئ ليس هذا الشغلة، وراها كثير شغلتين. تمرير رئيس الوزراء اللي متفقين عليهم، وحرق خيام المعتصمين في ساحات الاعتصام. نعم. بحجة التعقيم والتعفير. إذا هم شرفاء وأمينين على قضية الوطن وقضية الشعب، يقطعوا الحدود العراقية الإيرانية، لأن كل الوباء، وباعترافه كل المصابين جايين من إيران. احنا ما عندنا لا من صين ولا منهم يعتدون. نعم، هذا الشيء. طيب نعم. دكتور، يعني مع وصول الأعداد أو ارتفاعها إلى 111، أغلبهم عائدون من إيران كما قلتم، ألا تتحمل الحكومة، أو لماذا تفعل الحكومة لا تغلق الحدود مع إيران حتى الآن؟ الإصابات 124، والآن الآن حالة بالبصرة لولد شاب عمره 15 سنة، مسوي له عملية مال الحوض جاي من إيران ومصاب. كل الحالات الموجودة، يفترض أن هسه طبيب، يفترض من أي واحد يجينا من إيران يدخل حجر صحي لمدة أسبوعين. هذا ما يصير، ما يصير. ده يجيني من منطقة موضوعة ويطلع يروح يسرح. البارح مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ دكتور كاسب يقول أنا واحد مصاب، إجوا الأسبوع بمستشفى اليرموك، إجا مصاب. عازم عامل وليمة ب80 واحد، هو مصاب. اذا هذول ال80 هسه يدورون عليهم ما موجودين، هذول كلهم دا يوزعون هسه الفيروس كله بالعراق من منطقه البيع. طيب دكتور، اين وزاره الصحه، اين الوزارات المعنيه من هذا الاستهتار في حياه المواطنين؟ شوف التناقض، شوف جابوا لك وزير صحه ما يعرف يزرق عبره. وزير صحة قبل 3 أيام يحكي يقول إحنا الوضع الصحي مالتنا أحسن من فرنسا وبريطانيا. نعم. واليوم يقول، اليوم يقول إحنا وضعنا الصحي مثل الصومال. نعم. وهسه يطلب من الحكومة العراقية 50 مليون حتى مواجهة فيروس الجسم، 50 مليون دولار. نعم. هذا مو وزير، هذا. طيب دكتور، ربما لذلك حذر الكثيرون من تحول العراق الى بؤره شديده للفيروس. الى اي مدى ترى ان البلاد في طريقها لا قدر الله لتكون بؤره للفيروس بعد هذا الاستهتار والمواقف التي ذكرتموها؟ حتى الان بؤره، الان بؤره. انتبه انت، شوف هسه من التجول على بغداد لمده اسبوع، انتبه اسبوع من التجول. نعم. المحافظات قبل 3 أيام، كل محافظة 3 أيام منع التجول. أنت تدري لهسه كل المؤسسات الصحية ما بيها كمامات؟ يعني هذا مو وزارة الصحة، ما احنا يعني أنتم لديكم في المستشفيات، في المستشفى التي تعملون فيها. نعم. على سبيل، لا يوجد كمامات ولا يوجد. نعم. ألبسة. نعم. خاصة. نعم. طيب دكتور، من ناحية أخرى هناك إعلان في 10 محافظات تقريبا حظرا للتجوال ومنعا لدخول الناس وكذا، ولكن في المقابل هناك حدود مفتوحة مع إيران، هناك مطارات مفتوحة وخاصة في الرحلات القادمة إلى النجف. إلى أي مدى يمكن أن تحد هذه الإجراءات الداخلية داخل هذه المحافظات من تفشي الفيروس؟ متحد حبيبي، متحد. ما دام أنت الطريق، القناة اللي تجيب لك هاي البؤر الفيروس إيران، مو بس إيران، لا إله إلا الله أخي، هاي البرادات اللي تحمل الخضار وتحمل كذا كلها من داخل إيران، كلها من إيران تجينا. نعم. هذه قلت لك هم إلهم هدف بهذا المنع التجول، للقضاء على ساحات الاعتصام، واحد، حرق خيام المعتصمين، 2،
وتمرير الشخصية الهلامية لرئيس الوزراء لهذا الصفحة وحليل. شكرا لك دكتور إبراهيم سليمان من بغداد.